السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نعم. أخويا ممكن نتكلم مع الشيخ مصطفى؟ اتفضل. ازيك يا شيخ؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن أنا كنت بعت سؤال لحضرتك دلوقتي على الـ على الماسنجر دلوقتي، إن الزوجة عندي كانت حامل شهر رمضان اللي فات وشهر رمضان اللي قبليه. بس هي المشكلة إن هي عندها صرع، ولما بتزيد الدواء بيجيلها نوبات كتيرة جدا. ما هو هي الآن مريضة، هذا سنوصفه بأنه مرض، صح كده؟ لا هي في رمضان بقى يعني هو مرض. هو مرض. الدكاترة قالوا لي مزمن، يعني هي بتاخد مسكنات فقط لا غير، يعني طب خد بالك بس معايا، يعني هو مرض صح؟ صح مرض. الله قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فإذا كان المرض يتوقع الشفاء منه تقضي في أيام شفائها. إذا كان المرض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه لا شيء عليها، وإن أطعمت ما كان كل يوم مسكينا فلا بأس عليها. جزيك الجميل. الله يبارك فيكم.